بعدما اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد طبيب تجميل شهير بتشويه وجهها، خرجت بمقاطع فيديو مصورة لتثبت ذلك فعلا. نشرت المذيعة المصرية ريهام مقطعين من الفيديوهات لتكشف عن التغيرات التي طالت وجهها بعد الإجراء التجميلي على يد الطبيب نادر صعب منذ حوالي سنة، مبينة أنها لأول مرة تظهر في بث مباشر بهذا الشكل. قالت عبر تطبيق الإنستغرام إنها ظهرت كي تثبت أنها تعرضت لتشويه كامل في وجهها، وإنها سوف تلاحق الطبيب قضائيا. ريهام أشارت إلى أن الطبيب قبل شهرين قام بحقن الفيلر في مناطق على جانبي عينيها، ووصفت الشكل كأنه ديفل فيس، سكيري فيس، كأنه شيطان، مؤكدة أن الخياطة في وجهها تعتبر جرما. وقالت الإعلامية المصرية الشهيرة إنها اضطرت أن تقوم بعمل تاتو في محاولة منها لمعالجة شكل حاجبها، كما ألمحت ريهام إلى أنها لن تستطيع التمثيل بشكلها المشوه الحالي وبهذا الوجه. أما ردود الأفعال والآراء والتعليقات التي جاءت حول قصة ريهام وما تعرضت له على حد قولها من تشويه، وكانت كالتالي: نذهب إلى تعليق من بتول، يعني ليش ما عم تعترفوا بغلط الدكتور وخلصنا؟ لشو هاللفة والدورة وتتعود على شكلها وتصلح بالميك اب. تعليق آخر من رجاء، تقول رجاء: مثل تونسي أقول أهل العقول في راحة، ربي خلقنا في أحسن تقويم ولطفك يا ربي. تعليق من نهى تقول: الناس اللي بعتوا لحضرتك كل التقرير اللي عملوه عنده عمليات لازم يتحاسب. أستاذة ريهام، ده حق حضرتك وحق الناس، ولا تسكتي عن هذا الحق. تعليق من اليمامة تقول: ترديش على حد ولا تعبري حد، هو الناقص حيفضل العمر كله ناقص، ما عندهاش دم دول ما عندهم، ما تعبريش حد وما تفكريش عن حد، قولي يا رب ربنا كبير وقولي فوت فيهم الأمر لله وحده، ربنا يعوضك خير.